او انت بتخسر الفرقه مجهود، يعني لو حد مكانك كان هيعمل مجهود اقوى منك فهيفيد كده الفرقه اكتر. بالظبط. انت كل كلامك صدق ووصل لنا من كتر ما هو صادق، بس انا برضو اختبرت كابتن محمد خلاص لما قال الو، عرفت ان كابتن فرقه يعني مسيطر. اه طب انت قول الو كده اما نشوف انت مسيطر ولا هتعمل ايه. قول الو كده. اقول الو لمين؟ الو يا بيكم لا لا قول انت بقى، انا مش هقول محمود عاصم. لا لا محمود عاصم غادي، استنى بس، قال لك محمود عاصم دي غلط او مش مسيطر. قول يا عمر، يلا قول ادي اول سنه بس. انا بس مش سامع بس. طب قول الو جامده، قول الو جامده. ها قول مش لا عمر ساكت، قول انت. يا بيكو يا بيكو، انت نسيتني ولا ايه؟ انت مين يا عم؟ احسن لعيب في افريقيا يا جماعه ننساه ده. فايز 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 فايز. لا ده لا اسلام حسن. اسلام حسن يا عم. اسلام حسن يا عم. اسلام حسن ازيك؟ صوتك داخل اللي جوه ليه يا اسلام؟ شفت بقى يا كابتن عبد الرحمن عاملها معاك. لا 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 هو بيغير صوته كده. البعيد عن القلب يا باشا، بعيد عن العين بعيد عن القلب، وما بشوفكش من امبارح. اسلام بعيد عن القلب. اسلام 14 سنه. 14 سنه مع بعض ومش عارف صوته. لا ده انت بقى بيقول لك واحد على طول بيقول لي صوته داخل اللي جوه. شفت بقى يعني خلاص كده عمر حسابه معاك عسير يا اسلام. ايه ده ليلته مش معديه. اسلام حسن طبعا يعني نجم الفريق وطبعا احسن لاعب بالبطوله، بقول لك الف مليون مبروك. والحقيقه انت من ساعه من قبل ماتش السوبر يمكن باسبوعين ثلاثه واحنا متابعين ادائك ما شاء الله تاتش وود، ربنا يحميك ثابت في يعني عارف اللعيبه ساعات بتوصل لفورمه كده بيبقى يعني باين وصل لفورمه حلوه ما شاء الله تاتش وود، ربنا يحميك انت واصل لفورمه حلوه يا اسلام. الله يبارك في حضرتك يا كابتن هيثم. انا ببارك لك وبارك للاهلاويه كلهم بعد البطوله دي، بطوله بعد خساره الموسم ده كان صعب بالنسبه لنا، فكنا محتاجين ان احنا نكسب نطلع من الكابو اللي احنا كنا فيها، ومع فرقه بصراحه ما تستاهلش اي خساره، فرقه كلها نجوم ما لهاش نجم واحد فعلا، فرقه كلها نجوم من اولها لاخرها. انا سمعت بكر من شويه كان بيتكلم ان المراكز بيبقى فيها كذا لعيب ومفيش حد فعلا نفسه يلعب الماتش كله، لان احنا فرقه جماعيه وفي نفس الوقت لعبه كره اليد انت عارف بتبقى صعب جدا ان انت تكمل ال 60 دقيقه كامله، لان اللعبه انت عارف كلها ضرب صحيح صحيح صعب جدا صحيح. الحمد لله رب العالمين على ما خدت البطوله دي. مبروك يا اس، وببارك للكابتن الجديد بتاعنا هو اول كاس ليه. حبيبي يا اسلام. عمر بيقول لك مبروك. مبروك يا اس. لا ما خلاص مفيش مبروك بقى. خلاص ما انت ما عرفتش صوتي بقى مفيش مبروك. طب اسلام قول لي انت بناتك عسل قوي يا اسلام، يعني كانوا معاك امبارح وكانوا معاك وانت بتستلم الكاس، انت اب حنين برضه يا اسلام. انا حنين جدا بقى انت عارف. حنين قوي حنين قوي طبعا. الورا عند عبد الرحمن اهو ربنا يبارك فيه وبارك ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا رب. واحنا عارفين انت كنت محترف بره يا اسلام ونادي الاهلي كلموك ورجعت، خليني اقول بس عشان الناس تتذكر دائما ابدا ان انت عمرك ما بتتاخر على النادي الاهلي، وان انت لما كنت في احترافك وكلموك فورا رجعت النادي الاهلي. والله بص انا كنت فعلا انا قعدت في الافريقي سنتين وبعد كده رفض قطري برضه تقريبا سنه ونص او حاجه، كلموني النادي الاهلي كان فيه ظروف، النادي الاهلي كان بقاله فتره كان بيمر بظروف مش كويسه. طبعا اول حاجه فكرت فيها ان احنا لازم نقف جنب النادي الاهلي في الفتره دي احنا اولاده، فلازم كلنا نتجمع ان احنا نطلع بالنادي الاهلي من الظروف اللي كان فيها، والحمد لله قدرنا ان احنا كلنا مش عاوز اقول لك مش لعيب واحد ولا اثنين، الفرقه كلها فعلا انت عارف السلسله اجتمعت بقى خلاص، يعني كل حلقات السلسله اجتمعت، ف قدرنا ان احنا نفوز. شفت انت الموسم اللي فات كان عامل ازاي؟ الموسم ده احنا لسه على فكره صحيح مفيش حاجه بس لسه بدري لسه بدري، برافو عليك. حققت دوري وكاس والبطوله دي يعني انت ما شاء الله موسم ممتاز، وخلي بالك كسبنا بطولات بالظبط بس لسه بدري. لا وخلي بالك بطوله الابطال ان شاء الله كابتن رؤوف عبد القادر طبعا شرفنا بمداخله قبل منك على طول يا اسلام، وقال انه ان شاء الله المراسلات هتبتدي وهنستضيف بطوله افريقيا الابطال على ملعب النادي الاهلي، يعني لسه عندنا كتير. يا ريت والله والله يا ريت فعلا، احنا نفسنا نحقق كل حاجه، انت عارف هي الرياضه مكسب خساره، وانت ممكن تاثر في يوم ممكن يبقى ده يوم في يوم طبعا، لكن بطبيعه الفرقه اللي مليانه خبرات زي فريق النادي الاهلي بيبقى اكيد صعب جدا تطلع من الموسم بصفر بطولات ولا بطوله ولا اثنين، ان شاء الله ان شاء الله ناخد اقصى حاجه في البطولات السنه دي، ونبقى برضو اكتر فرقه في مصر واخد بطولات السنه ان شاء الله باذن الله طبعا، ونفضل في ظهركم يعني على طول يا اسلام وانتوا تستحقوا. والله انت في ظهرنا على طول يا كابتن هيثم، وقناه النادي الاهلي على طول في ظهرنا، واحنا بنشكركم جدا فعلا على طول، يعني مش عاوز اقول لك على طول احنا في وقت الخساره برضو بتبقى طبعا. لا ده ان شاء الله
ان شاء الله رب ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله البخت مش هيخلص كده. ده واجبنا وانتوا على طول بتفرحونا يا اسلام واحنا كلنا ثقه فيكم وسعداء بيكم جدا الحقيقه وبتخلونا في مود تاني الحقيقه لما بتاخدوا بطوله ولا حاجه. بشكرك شكرا جزيلا يا اسلام والف مليون مبروك وربنا يوفقك دائما ابدا. اسلام حسن طبعا نجم الفريق الف مليون مبروك يا كابتن. يعني الحقيقه في حساب بقى عسير عمر مع